الدرس السابع جين تيان جي ها. أصدقائي الكرام، اسمي محمد ساجد ومرحبا بكم في الدرس السابع معنا. فدعونا نبدأ الدرس، والآن نختار الصور أولا. الأول شو شو الكتاب، جوابه إي. جونغ كو ساي جونغ كو ساي، الطعام الصيني، جوابه لي. شوي شاو شوي شوي اوي شوي شاو، المدرسة، جوابه اي. ار شير و هاو ار شير و هاو، 25، جوابه سي. يوي يوي، الشهر، جوابه اف. كان شو كان شو، مطالعة الكتاب، جوابه بي. المقطعة الأولى in a bank. 请问今天几号 请问今天几号 请问 معناه من فضلك، ما هو التاريخ اليوم؟ 今天九月一号 今天九月一号 اليوم 九月6月1 هاو، اليوم 1 من شهر التاسع. 今天星期几 今天星期几، ما هو اليوم؟ 星期三 星期三، يوم الأربعاء. New words 请 من فضلك. 1 السؤال 今天 اليوم، how معناه العدد أو التاريخ. يوي الشهر، شينشي أسبوع. المقطعة الثانية look at the calendar. 昨天是几月几号، ما هو التاريخ بالأمس؟ نحن نسأل عادة عن التاريخ فقط، وأهل الصين يسألون عن التاريخ والشهر أيضا، وأحيانا عن أسبوع. أوكي، انظروا. زواتيان شير جي يو جي هاو، بالأمس ما هو التاريخ وما هو الشهر؟ زواتيان شير با يو سان شير إي هاو شين جي أر، أمس 31 من شهر الثامن، يوم الثلاثاء. أوكي، مين تيان وغدا، وماذا عن غد؟ يعني ما هو التاريخ غد؟ مين تيان شير جيو يو أر هاو شين تي سي، غدا 2 من شهر التاسع ويوم الخميس. New words 昨天 أمس، 明天 غدا. المقطعة الثالثة in a coffee house. 明天星期六 غدا يوم السبت. 你去学校吗 هل ستذهب إلى المدرسة؟ 我去学校，我去 هذه الكلمة to ليست to 学校، نعم سأذهب إلى المدرسة. 你去学校做什么？ ماذا ستفعل هناك؟ 我去 学校看书
سأذهب إلى المدرسة لأطالع الكتاب. الكلمات الجديدة New words شو الذهاب شوي شيو المدرسة كان النظر الرؤية شو الكتاب. الحمد لله انتهى الدرس، والآن دعونا نبدأ نتعلم القواعد. وهذه جميع القواعد قد درسناها في المحاضرة هذه مفصلا وبالشرح كامل، من يريد فليراجع، والرابط موجود في الوصف. لأجل ذلك لا نتحدث عن هذه الأشياء، أوكي؟ ففقط عليكم أن تحلوا هذه الأسئلة وأرسلوها في الواتساب في المجموعة، وأيضا هذه جيد والرموز. الحمد لله انتهى الدرس، جزاكم الله خير، ولا تنساني بدعائكم الصالح. سنلتقي في الدرس الآتي في أمان الله.